هلو، صباح الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اي نو، شوفوا ما تحتاجوش تقولها ليا. اي نو، حالتي حالة، شعري مزيد، اي لوك روف، ولكن هادشي غادي نبدلو دابا شوية حيت ما بغيتش نبدا الفيديو مور ما ندوش باش ما نكونش كنكتب، حيت هادي هي حالتي دابا حاليا. صحيح، الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان غادي يكون a week in my life. بزاف ديال البنات كيسولوني في انستغرام، ديري شحال هادي ما درتيش، شحال هادي ما درتي لنا سيمانه، كيعجبونا الفيديو الطوال. So I'm giving the people what they want. اختي كنضرب شويه حدا ديال 10 ديال الصباح واختي مازال ناعسه. So yeah، عرفتوا الموت ديال البرد وما فيهش اللي يدخل يدوش، ولكن ضروري خاصني ندخل ندوش حيت عندي بزاف ديال الخدمه خاصني نديرها. سويا غادي نمشي اوفيسلي ندوش باش نحيد عليا الحاله. شوفوا شعري صوبتو السيم في الاول ديال السيمانه، كنحاول ملي نصوب شعري زعما ملي نقيسو بالسخونيه من كنحاول ما امكن اني ما نغسلوش دغيا دغيا. دابا شعري شي سيمانه شي 8 ايام وهو ما نغسلوش، داكشي علاش هكا داير مقلق. ولكن يو نو، انا عارفه بلي هادشي مزيان لشعري، دونك هانيه. هاي، انا يلاه دابا دوشت شعري، باقي فازك، ضربني شويه ديال البرد ولكن اتس اوكي. عاد وليت بنادم شي شويه. لبست كابوشون وسروال على ود ما بغيتش نلبس بيجاما سينا غادي نعكز ونعاود نرجع نعس، قلت نلبس هكا باش او موان تموتيفا شي شويه. عندي العرر ديال الخدمه اليوم، عندي فيديو في تيك توك خاصني نصورو، جوج فيديوهات، عندي بزاف د الحوايج خاصني ندير، عندي بوست خاصني نصورو، المهم عندي بزاف د الحوايج. اول خطوه في هادشي كامل هو نمشي ندير مكياج. انا نمشي ندير مكياج ونرجع خط. هلو، شعري دابا نقي، درت مكياج وخليته كينشف شي شويه، باقي فازك شي شويه من اللور، ماشي باقي فاز، باقي بارد. ما عرفتش واش غادي نصاوبو ولا لا، هو نورمالمون خاصني نصايبو على ود خاصني نصور دابا كونتنت، ولكن مبغاش نحرق، والله ما بغيت نحرق فيه، ولكن عندي ما ندير ليه، خدمتي اختي تتطلب مني اني نصايبو. مالمون لي بوست خاطني نخرج نصور بيهم برا، ولكن مع الاسف اليوم الشتاء صابه والبرد والتبروري، سو ما يمكنش، سو غادي نصور هادشي كامل في الدار. غادي نوض نقاد شي لبيسات ومن بعد نرجع. زوين، واو بعدا زوين، كناش نوريوهم في يوتيوب ولكن اتس ذيس. شوفي كيحمق راسي باين، كيبان. او ماي جاد، دويني واعر عيال. شحال قلبت عليه انا في هنايا زعما في الرباط، مشيت للسويقه كنقلب عليه، مشيت عقلتو نهار مشيت شفت ديك الميكرو وداك الشيء باش نبقى نغني، عاد راه قلبت عليه حتى عيد، ولكن حتى شي واحد حتى شي واحد ما عطاني نفس الافكت. جايز انا نخلي لكم اللين في الديسكريبشن الا بغيتو تاخذوه حتى نتوما. لا هذا غديري اليوم بيه بوست، يستاهل. خطير، شوفوا
like what بلاتي هو يتبدل واعر وعاد رد التليكوموند غير خاصني ليها بلاتي نشعل الضو انا ولفتها داك الشيء كيبان فين ايماجيني شي بوست هكا وقلت لكم عاد كاينه هادي بلاش نوريكم التليكوموند ديالو خاصها غير الحجر وعاد نقدر نبدل الوان وندير فعاود هكا الخضر ندير شي لون اخر شوفوا ايماجيني لايك شعل الضو وحل شرجم وكيبانو واو لايك ذيس از اميزينغ ضروري غادي نخلي لكم لتحت في اللين لتحت في الديسكريبشن باش تمشيو تاخذوه حيت خاصكم ضروري لايك وات اي لاف ات وانا غادي نفيريفي نشوف واش عندي شي كود برومو معاهم باش نحطو لكم هنايا وينقصو لكم هكا شويه التمن ما عرفتش انا الا كان غادي نحطو هنا ما كانش نقول لكم راه ما كاينش ما تصورنيش وبغيت تحيد مني الفواقه كتجيني انا خايبه ما كتجينيش خفيفه كتجيني او ماي جاد اوكي جايز سو كنوجد دابا غادي نصور تيك توك وريل سو ها هما الحوايج اللي درت هاد اوتفيت 1 2 3 4 5 6 سو 6 اوتفيتس درنا وهنايا درت السيت اب ديالي ولي ها هو واجد باش نصور فوالا ها كيجا جا على مزيناتو غيجي بحال هكا سوبر كيوت سو يا ليتس جو شوت سام كونتنت جايز ليترالي انا يلاه ساليت دابا شوفوا المس شوف عاد دابا ساليت سو غادي نجمع هادشي وغادي نبدا ندير المونتاج علاش كنهضر معكم بحال هكا ليكم غادي ندير غادي نجمع هادشي دغيا دغيا ونمشي نبدا ندير المونتاج لهادشي اللي عاد دابا صورت شحال هادي في الساعه نادية هادي 10 ديال الليل ديال الليل بديت مع شي 11 ديال الصباح ولا شي حاجه بحال هكا انا يلاه ساليت دابا سو اليوم مشى لي غير في التصوير اختار day 2 هلو صباح الخير يس انا خارجه بالبنوار مي خارجه غير هنايا عند الكوافيره نصوب شعري حيت دابا شويه خارجه وما بغيتش نخرج بيه بحال هكا حيت غادي نصور سو يا غادي نصوب دغيا ما غاديش ندير شي حاجه اي دين كندير غير توشينغ تضحكني هذيك الكلمه ما عرفت انا نمشي ونشوف بات هادي ال OOTD هاد الساعة الكروكس سويت بانس بنوار القراصة في البنوار ومكياجي راني الصباح ودرتو يا ختاوي بكري بقى لي غير العكار صوت شعري دابا بقى لي نطلع ندير هو ندير مكياج لا مكياج ديال جديد نلبس حوايجي ونخرج صافي وراني معطلاهم حيت كلشي واجد الفوق وانا اللي مازال انا هبدا عاوتاني في الدروج علاش حيت الليفر رجع عندي جايب لي شي حاجه اخرى ولكن جو بونس ما نقدر نوري عليكم حيت اي ثينك فاشن اوفر سو خاصكم تسناو الفيديو اخت ندير تراي اون هول لوك يو جايز كي حلو داكشي ديال فاشن اوفر او ماي جاد نوريكم سنيك بيك تن نوجد لكم الفيديو ديالو جايز انا دابا في المول خديت باي ذا واي من جينيفر ما وريتكمش مي سكيل جينيفر هي الاولى تمشي للدار نوريكم شنو خديت ودابا كناكلو انا نوريكم الاكله يام 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 سمحوا لي شهيتكم ولكن عرفت شنو واحد الشاورما ما شهيتكم فيها كتعجبني بزاف الا جيتو ليامال الشام خدو سلطه روسيه اللي كيعجبكم المايونيز ديالو كيعطيو فيها بزاف ديال المايونيز وكورنيشو غايز خدينا فرماج فري مع عند واحد في العكار ما صورتوش ليكم معليش المره الجايه نصوروا ليكم داي 3 هلو صباح الخير هذا النهار ثالث رابع والله ما بقيت عاقله المهم انا كنقول لكم هنايا ما ديتش على مكياجي مازال ما كمل باقي لي البلاش والعكار و شنو كتبغي او ما ديتوش على شعري راه يلاه بوكليتو وكنتسنى لي بوكل شويه يبردوا ما يبقاوش سخونين وعاد نقدر نمشطو ونقادو داكشي كامل ومع الوقت هو كيهبط وكيولي زوين بغيت نوريكم البروسيس شنو كندير دابا خارجه نتصور راكم عارفين انستغرام كيخاصو دي بوست جداد انا نوريكم كيفاش كندير نجمع الحويجات خاصهم
فوالا هادشي اللي قررت ندير حتى لحد الان. باي ذا واي راني فايقه الصبح بكري ودايره مكياج ومصوبه شعري، وهادي دابا 11، ايماجين 11 انا واجده وصافي، انا دابا وجدت هذا. المهم يو شود بي براود اوف مي. هذا واحد ست راه على مود دابا يجي لي بحال ديال السربايه، وهاد وهاد السروال اللي فيه هاد لابوند. المهم هاد ست واعر بزاف ديال فاشن نوفا. هادي واحد جاكيت، يلا وصلني السروال من فاشن نوفا، دابا نقدر نتصور بهم. كنت كنتسنى السروال حيت كومونديتو على وداد اللون، شتو نفس اللون. اوكي سو اللبسه الثانيه، اللبسه الثالثه هي هادي، وبحال هاد السروال هو بيض. سو 3 اوتفيت نمبر 3. اوتفيت نمبر 4 هي هاد جاكيت وهاد السروال، هادو اوتفيت نمبر 4. ما وريتكمش حاجه شنو خديت من جينيفر ديك المره. اوكي بلاتي انا نوريكم دابا شويه نكملوا. اوتفيت نمبر 5 هي هادي، هادي وحرتوي اما ندير معاها هذا شتو حيت فيها لورونج هنايا، يا اما ندير معاها سروال فهاد اللون ولكن ما فيهش هاد لي بوند. اش بان لكم حيت هي فيها هاد اللون شتوه؟ والله ما عرفت، ولكن عندي سبرديله فيها المو. بلاتي نوريكم السبرديله، غادي تجي خطيره. ولي السبرديله وي وي غادي تجي ناضيه، غادي باي ذا واي غادي داس اوزويغو، غادي ناضيه معاها هادي. بلاتي نوريكم كيفاش وحده. لوك يو جايز، او ماي جاد غادي تجي خطيره. كما عرفتش مع اين سروال لونج ولا البيج، متقولوش شي ضروري نبرد. وهنايا بغيت نوريكم شنو حطيت لي زاكسيسوار، نضادر بودغ باش ندير لي غوتوش، القلم ديال فمي والعكار حيت بعض المرات كيتمح ليا، ومشيطه حيت دابا دايره لي بوكل خاصني نبقى نهبطهم مره مره، ولاستيك وقراصه. فين هي قراصه؟ قراصه اتسيت. شوفوا سمحوا لي الا غتسمعوا الصداع، ماما جات وفين ما كتجي كدير لينا الاراره. قبيله كنسات ودابا ما غتسمعوا غير بشاخ بالبلاخ. صافي بغيت نوريكم شنو خديت من جينيفر دغيا قبل ما نخرج. ماما خليني نهضر. خديت هذا شتوه سباركلي بحال هكا داير، وخديت هذا الفوق ديالو. هادشي ما بقاش نوريكم هكا بلاتي نحط التليفون فشي بلاصه. It's a weird angle I know، ما تديوش على هاد الروينه اللي حدايا I know. فبغيت نوريكم شنو خديت. خديت هذا شتو سباركلي داكشي ديال السهرات والحفلات، خديته باش نتصور به. وخديت هذا كيجي هكا با تليفون. سو هذا هو لونسومبل الاول، خديت له هاد اللبسات دغيا من الروين. جيت حيت عارفه الا ما وريتكمش غادي نلقى عرم ديال لي كومونتير، ما وريتيناش داكشي ديال جاري في المواجهه حيت ديما هادي كتوقع ليا. صافي خديت هذا شتو فين نتوما عارفني كنحماق على لي كارو، وخديت معاه هذا. اي نو ماشي كلشي غادي يعجبو الخضر مع لي كارو، ولكن زوين، ثقوا فيا ثقوا في القلورات ديالي. وثالث لبسه اللي غادي نتصور بها دابا هي هذا. ياس كيف سمعتو دابا قبل ما نخرج خاصني نتصور بها حيت ما نقدرش نخرج بهاد لاجيب هكا قصيره حتى لهاد الدرجه. وهذا بحال هذاك الزرق اللي وريتكم غير هذا الكحل، ما خديتش له سروال وحيت ما بغيتش ناخذ جوج ديال لي زونسومبل بحال. سو هادي اوف كورس ما نقدرش نتصور بها في الزنقه حيت ميكرو جوب كتجي قصيره بزاف. سو هادي غادي نتصور بها دابا قبل ما نخرج ويلا نصورو. مثلا قلت لكم غادي نصور بها دابا قبل ما نخرج، هي هادي. جيت بحال غادير شي حفلة ديال راس العام، فهي هذا هو الفايب اللي كنت باغا ندير. دوري نشوف اللوبات. جايز تصورت بأول لبسة اللي هي هادي، شحال زوينة خونا سورتو بجاكيت. أم سوري إلا كتسمعو الصداع بيزي رباط، بلاتي ما تقطعوش مقطع الشنطة. سويا دونك أول لبسة دان، دابا بقاو لنا دوك اللبسات الآخرين، دابا عاد نقدر نوريكم اللبسة مزيان. زوينة الجاكيطة موا وجاو تصور فين زين. هي جايز صا هادي اللبسة التالتة، ما صورتش ليكم
مصورش لكم لبسات تانية حيت كنا كنزربو. كي جو نتهضر معاهم زوين ولا لا؟ جو زوين. او ماي جاد، حتى ما كنت كنسمع والو. اوكي، سو اوتفيت نمبر 3 لا 4 ياك؟ ولا 5 معرفتش، واش 4 ولا 5. المهم هي هادي سوبر كيوت، عجبتني. فيا دابا غادي نبدل حوايجي عاوتاني ونمشيو لبلاصة أخرى، حيت هنا تصور ديجا جوج تصاور، سو نمشيو لبلاصة أخرى باش نتصور عندهم. سو اي ثينك هادي اوتفيت نمبر، الله يعاونك يا عقرب. شفت نمبر شحال أمين جبدة. I need to fix my makeup. هي جدي العيني تخسرت، دونك غادي نديرو نظاظر. هادي outfit نمبر 5 يمكن، I think. ولكن شوفو شنو لقيت. تراكس، ياك تراكس ماشي تراكتور، لا تراكس. لقيت تراكس غادي تجي فيه تصويرة واعرة. سكتو معايا هادشي اللي أنا لابسة، كارغو بانتس وهادشي، غادي تجي فيه. وبغيت ندير واحد التصويرة بحال هاكا دايرة. ويت، بحال هاكا غادي تجي زوينة. او ماي جاد غادي تجي زوينة. سو أنا كنتسنى نادية تسلم من واحد لابيل وغادي تصورني. راهي نادية، راهي أختي. صافي حيت لقينا تراكس عاد من شحال وانا كنقلب على واحد. اللبسه الاخرى هي هادي. شوفوا بلاتي هكا وهكا، وهذا اوف كورس هكا، وطوموبيل اللون ديال النظاظري عرفتي جات زوينه واعره. جاو خطيره، ما نخليهم لكم هنا. انسرت بيكتشرز الامياء، ما تنسايش بحال ديما. يا جنبني. ودابا غادي نمشيو ناكلو حيت فينا المود ديال الشوا. داي 4. هلو، كنت نقول مرحبا بكم في فيديو جديد. نسيت بلي هادي بلوك ديال السيمانة. اليوم نهار السادس، ولا الخامس، والله ما عقلتش. انا نكتب لكم هنا بحال ديما كننسى. اليوم سو اكسايتين، علاش؟ غادي تسولوني علاش انا خارجه ندير شوبينغ، غادي تقولوا لي لمياء شنو هو الجديد؟ لا كاين جديد، عاد انا مخرجاش ندير شوبينغ لراسي، خارجه ندير شوبينغ لشي حد اخر. وماشي غير هادشي اللي كاين، نزيدكم واحد الحاجه اخرى، غادي ندير شوبينغ للجنس الاخر، يعني لدري ماشي البنت. هيز وان اوف ماي جود فريندز، وقال لي لمياء انت دوقك فن وغزال وفن وزوين وما كاينش بحالو. صراحة ما قالش هادشي كامل، قال لي غير هاكي فلوس عافاك سيري خذي ليا حوايج. سو انا سو اكسايتد، ما عرفتش علاش انا سو اكسايتد، لكن بحال غادي ناخذو من راسي، ولكن يمكن حيت لاكسبيريونس جديده وعمري ما خدت قديت لدري، دونك ار نو ما عرفتش. بغيت نشوف راسي شنو غادي ناخذ، وبغيت نشوف راسي كيفاش غادي ندير الاوتفيت. البيجي ديالنا هو 5000 درهم. سو خاصني ندير لو ماكسيموم ديال الاوتفيت. و واحد الحاجه اخرى، الدري كيلبس بازيك، سو الا خديت شي حاجه زعما ماشي مفشنه وداك الحيط ديالي انا، ما تقولوش من هادي واخذ داك الشيء بازيك، راه الدري السيل ديالو بازيك. سو دزيت مني ناخذ له داك الشيء بازيك، هادشي اللي كاين. ودابا انا في غراسند، انا ندخل دابا. اول حاجه ندير هي نمشي ناكل حيت باقي ما مغدياش. سو ليتس جو ايت سامثين باش نقدر نفوكس. عرفتي خديت شحال من حاجه زوينه. انا دابا في ال سوايكيكي، وديجا خديت شي حاجه من بولاندوير، عرفتي شنو راه خديت داكشي الزوين ديال بصح خديت. غنخلي لكم هنايا الانسبو باش تشوفوا تقريبا بحال داكشي اللي خديت ليه، ماشي بحال داكشي خديت لخو، هادشي اللي تشوفوا دابا داكشي رائع. يا ربي غير لطاي يجيوه، انا غير كنقدر وكنعاون الدراري. مثلا الا لقيت شي فوندور هنايا كنقول له السلام عليكم شحال تلبس، يقول لي ميديوم، كنقول له تسرب لي شيك، تيقول لي اه جيبو كناخدو. ايوا صافي. هادي
حوايج لايك ليتيرلي. سو لي مارك لي خديت منهم هما بلان دفير اوف كورس كوتون حتى لقيت فيها شي حوايجات زوينين تيشيرتات ان سواي كيكي وليفتيز ليفتيز خرج منها غير البوكسرز والتقاصر. تقولوا لي انا مالك مسطي واخا الدري البوكسرز وانت مالك سوقك. انا نقول لكم دابا الدري فجاه انت يقول لي على مي اسري قال لي شوفي يا اختي انا ما عندي حتى شي حاجه الحوايج شوفي اي حاجه بانوا لك نضار الشمس خديهم بانوا لك التقاصر خديهم ما قالش البوكسرز ولكن قال التقاصر دونك انا فهمت راسي ايوا صافي هادشي اللي كاين دونك خديت له البوكسرز على زينتهم كانت كلمه انا ملي كنت لا مي مشيت عند دابا انا ما عارفاش نعطي باش ناخذ البوكسر ما عارفاش نعطي صافي مشيت عند الفوندور قلت له عفاك خويا هو يقول لي نعم قلت له عفاك نسولك سؤال محرج هو يقول لي مرحبا قلت له عفاك دابا الدري الا كان كيلبس ماده في السروال شحال خاصو يلبس في البوكسر هو يقول لي ماده ما اختي حتى هو قلت له شكرا سلامه اليوم نوكسه انا صوري خاشيه الكاميرا في وجهي ولكن راه ما بغيت نصور حتى شي واحد مرايا يا ربي غادي نتسنى الدري اللي كيجي عندي ديما يوصلني للدار صيا غادي نتسنى في هاد القنيت انا نوريكم شحال خديت ديال الحوايج خديت العلارم ما غاديش يحتاج الحوايج من 5 سنين لوك يو جايز خديت هذا عامر وهذا دونك هادي كوتون ال سواي كيكي ليفتيز و بولاندبير بولاندبير اللي خديت منها بزاف حيت كانوا حوايج زوينين ندخل اي ديب ديب مرايا كنشم ريحه المشروبات صافي غادي ندخل ناخذ شي درينك وغادي نحسبوا عليه حتى راني شحبت الا كتفرج في هذا الفيديو غادي نحسبوا عليك انا مخيطه تا رجعوا لي هذا هنا هذا هنا ما نقدرش نديرها بيديا المهم قد وصلت جيب وحدك لي هذا الزهر Tito loco, the way you give me gas. Un poco loco. من الصباح وما قلتش لكم كاع لا فين غادا لا فين جايه لا والو انا في الصالون غادي نزود فورنا اخر مره كنت دايره الفرنش تيب سو دابا غادي نبدلو حيت اخر مره كنت دايره شي حاجه سامبل هاد المره ما غاديش ندير شي حاجه سامبل بغيت شي حاجه بابا فو هلو انا وصلت الدار وصيبت ضفاري انا غادي نخليهم لكم هنا هنايا باش تشوفوهم عن قرب نقدر ندير بحال هكا ولكن المهم غنخليهم لكم هنا باش يبان لكم مزيان حيت قبيله صورت واحد الفيديو جا على مزيناته هذا الشيء اللي درت اليوم زعما سبيشال درته اليوم كان خاصني نصورو اصلا باقي دابا يلاه شحال في الساعه نجم هادي يلاه 3:30 سو النهار باقي في البدايات ديالو الا وقعت شي حاجه غادي نصور لكم سينو ما وقع والو نتلاقاو غدا وغدا هو اخر نهار في ويك ان ماي لايف سو غدا غادي نصور لكم وغادي نسالي وغادي نبقى دابا نهضر في يديا حيت يديا زوينين وفيهم صباغه زوينه دازو واحد البنات وبقاو تضحكوا عليا ما نديوش عليا غادي نكمل النهار في الخدمه النهار كامل والا وقعت شي حاجه نصور لكم ما وقعتش نتلاقاو غدا كما قلت قبيله اوكي جايز انا دابا كنتعشى ويلا هضرت ساري في نتفليكس فوكس بليز وينزداي كنتفرج في وينزداي كنتو مازال ما تفرجتو فيها تفرجتو فيها زوينه كلشي كيهضر عليها في تيك توك سو وتفرج فيها انا في الابيزود بلاتي ابيزود 4 زوينه بزاف وغادي نكملها فيها غير 8 اي ثينك ديال الحلقه شنو شرينا
هذا النهار الاخر باي ذا واي. شوفوا شنو شرينا، شرينا هذا من عند عرفتي داك اللي كيكون كيبيع كلشي بخمسة دراهم والمعان وداكشي، لقينا عنده هادي وحنا نقولوا غادي تجي زوينه هن فهاد البلاصه نيت حيت الحيوطه خاويين، سو اي ثينك غادي تجي زوينه. وخدينا على واحد اللعيبه باش نعلقوها بلا ما نحفر الحيط ولا شي. هما هادو هما كنا كانوش فيهم هاد الخضر والحمر والزرق وهادشي كانوا يكونوا زوينين، ولكن ماشي مشكل انا غنعلقهم ونحاول ما نبينهمش في الكادر اللي غادي نصور فيه، فهمت يعني؟ الا بانوا شي واحد دخل عندي البيت هاني يا ما يبانوش في التصاور، هذا هو المهم. مديتش على شعري، درت مكياج ومازال ما صوبتش شعري، سو راهو شي غادي نعلقو بحال هكاك. اختي القصيره ما قدرتش تطلع الفوق، انا غادي نطلع شويه الفوق ليه صويا. انا نلصقو بهاد العبيتيكات ونوريكم كيفاش غادي يجي اختي. باينه مزيانه، وجه على انت هاديه وبلاتي خد الاخرين. ولا نزيد نعول شي حاجه؟ لا هبطي هبطي من الليسر. من الليسر؟ ليسر صافي هكا مزيان. الوان عجيبه عندهم اختي. شنو الوان؟ كيديرو ترونسبارون. عندك شكون عوجه؟ اي سي ات جود بلاتي مش بنصي هادي. هي هادي هي هادي حيت دابا شديت العبار. وهي هادي وخليه خليه هادي. لا خليه ندير هادا صافي. راه درت العبار بالستيلو ديرو هادي واسبيرو مانكونش خطا هادي. يا ربي بدات حشمنا. لا ناضيه صافي بركه ما نديروش الوسط داكشي صح. هذا اللي هما درتهم من الداخل. سمحنا لكم تزلق انا هابطه تعرفتي تسناني باش نمشي لحد وحنا مواصلين معكم مستمعي الافاضل، انتم كذلك مرحبا.